أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة كيفية إنتاج الحسون في القفص. فبعدما تحدثنا عن كيفية الاعتناء بالحساسين بمرحلة القلش، سنتطرق في موضوعنا في هذه الحلقة إلى مرحلة التجهيز الفعلي للتزاوج، والتي تأتي مباشرة بعد نهاية مرحلة القلش، والتي تكون باحترام نظام غذائي خاص ومعين لزيادة الخصوبة عند الذكر والأنثى على السواء. وأقصد بهذا الحساسين التي أتمت مرحلة القلش بالشكل الصحيح وبدون أي مشاكل تذكر. وكما لا يخفى عليكم أعزائي الأحباء، فمن مقومات نجاح تربية طائر الحسون والإنتاج منه، فمن مقومات يعني نجاح تربية طائر الحسون التي نشجع عليها ونتكلم دائما عنها هو الغذاء. وبالنسبة لفترة التجهيز، نحتاج إلى تنويع الطعام للحساسين لتجهيزها لمرحلة الإنتاج. سوف أقدم لكم في هذه الحلقة نظام غذائي خاص ومعين لمرحلة التجهيز لتحصل على طيور جاهزة وجاهزة للتزاوج وخصوبتها تكون عالية بإذن الله. ففي النظام الغذائي المتبع في مرحلة التجهيز إخواني الكرام، فهو نظام غذائي يعني مكوناته متوفرة. فبالنسبة للحبوب إخواني الكرام، أنا شخصيا أقدم خلطة تكون من القنبز والنيجر وبذور الكتان، كما بذور الشوك وبذور البريق فجل وبذور الفجل وبذور دوار الشمس الصغيرة وبذور السمسم والشيا. وتباع هذه الخلطة يا إخوان الكرام مجهزة من قبل، موجودة في الأسواق أعزائي الكرام، وهي تكون على هذه الشكلة، تكون من جميع الحبوب التي سبق وذكرت. هي عبارة عن خلطة تكون من جميع مكونة من جميع الحبوب التي سبق ذكرها إخواني الكرام، تكون من بذور النيجر، بذور الكتان، بذور القنبز أو القنب. هي خلطة لعدة يعني بذور الشوك كذلك، ويعتبر فعالة جدا لتجهيز الحساسين للتجاوز للذكور والإناث على السواء. فهذه الخلطة جيدة جدا أعزائي الكرام وفعالة في تجهيز الحسون للتزاوج عفوا. وهذه الخلطة إخواني الكرام أنصحكم بتقديمها 3 مرات بالأسبوع، كما أنني يعني أنا شخصيا أقوم بتقديم هذا يعني النظام الغذائي الذي أقدم لكم، يعني هو الذي أتبعه أنا شخصيا، ويعني نتائجه ملحوظة وجيدة جدا. فما شاء الله الطيور عند مرحلة التجهيز عند اقتراب يعني شهر فيفري إخواني الكرام، يعني تكون الطيور جاهزة 100%، خصوصا الذكور يعني تكون بحماوة عالية جدا. فزيادة على هذه الحبوب التي أقدمها كما ذكرت 3 مرات بالأسبوع، أقوم بتقديم خلطة أو باطي مكوناتها عبارة عن بيض زائد جزر زائد بروكلي زائد عسل طبيعي زائد كيس، وأقدمها للطيور مرة واحدة بالأسبوع، مع تقديمي لهم أيضا قطعة صغيرة من التفاح مرة واحدة بالأسبوع، زائد إما ورق فجل أو جرجير أو سبانخ. وهنا أقوم بالتنويع وذلك نوع يعني أقوم بتقديم نوع كل أسبوع، مع إعطائهم أيضا مسحوق الفيرتيفيت الذي سبق وتحدثت عنه في فيديو سابق أعزائي الكرام، في قديم بتقديمه يعني الفيرتيفيت مسحوق الفيرتيفيت في المشربية مرتين بالأسبوع للذكر والأنثى على السواء. أعزائي الكرام، لقد كان هذا النظام الغذائي المعتمد بالنسبة إلي شخصيا، فمن خلال تجربتي المتواضعة مع طيور الحسون، فهذا النظام الغذائي يعني أتى بأكله ونتائجه مضمونة ومحمودة وجيدة جدا في تجهيز الطيور. فبالنسبة إلي، فمن خلال تجربتي المتواضعة ولله الحمد، أظهرت مفعولها وبشكل غير متوقع. ونعتمد في هذه الفترة أيضا، وهي مرحلة أو فترة التجهيز، على التركيز على تثبيت الحساسين وترويضها، وهذا العمل أو هذا العامل يعتبر أساسيا وضروريا إذا أردنا الإنتاج من الحسون في القفص. ونشكل أو نركز بشكل كبير في هذه المسألة على الأنثى، يعني هذه المسألة إخواني الكرام تعتبر يعني من أساسيات إنتاج من طائر الحسون. يعني إذا كان لدينا
زوج يعني مروض لا يخاف ومثبت يعني يعني يتصرف بكل أريحية وبكل عفوية في القفص ولا يعني لا يخاف، فنكون قد تجاوزنا 60% من العمل من إنتاج من طائر الحصان. كما ترون هذا الذكر الذي أمامي يكون فهو مروض، الأنثى لم أشتغل بعد على ترويضها نظرا إلى أن يعني لا زال الوقت مبكرا. فعملية الترويض إخوان الكرام تلعب دور كبير وفعال جدا خصوصا بالنسبة للأنثى. يعني إذا كانت الأنثى يعني سوف أقول لكم نقطة مهمة ومهمة جدا، يعني الأمر الوحيد الذي يجعل أنثى الحسون لا تجهز فهو الخوف، لأنها لا تأتمن على عشها ولا تأتمن على يعني أين تضع بيضها. يعني إذا كانت أنثى الحسون لا تخاف ومروضة فسوف تجهز أوتوماتيكيا. لذا هذه نقطة مهمة أرجوكم أن تعملوا عليها إذا أردتم الإنتاج من هذا الطائر الجميل، وهي ترويض الأنثى على الخصوص. يعني الذكر يمكن أن نعتبره أنه ليس مشكلة، يعني أي ذكر يمكنه أن يشتغل، يعني إذا اتخذت الأنثى وكانت الأنثى جاهزة وتتخذ وضعية التلقيح سوف تجبرها على التلقيح. يعني المشكل المطروح يكون في الأنثى، يعني المشكل الوحيد الذي يجعل الأنثى لا تجهز ولا تبني عشها هو الخوف، لأن لا تأتمن على بيضها ولا تأتمن على أين ستضع بيضها. يعني كما ذكرت إخوان الكرام الترويض يعتبر أساسيا وضروريا إذا أردنا الإنتاج من الحسون في القفص، ونقوم بالتركيز بشكل كبير في هذه المسألة على الأنثى. إذا وجب الاهتمام بترويضها حتى ننزع منها عامل الخوف يعني والقلق لتصبح يعني إذا أردت تصبح الأنثى يعني نصبح قد تجاوزنا يعني 70% 60-70% من العمل تقريبا للإنتاج من طيور الحسون. وهذه المسألة إخواني الكرام تعتبر سرا من أسرار إنتاج الحسون. وطبعا بعد كل ما سبق التطرق إليه لا ننسى مسألة التشميس والاستحمام، لأنها تلعب كذلك دورا كبيرا في تجهيز الطيور وكذلك التبييض قبل مرحلة الإنتاج. يعني في مرحلة التجهيز نقوم بعملية التبييض أو البلونش اسمه بالفرنسية كما يقول له البعض، وهو يكون إما بمواد يعني طبيعية كالثوم والليمون وخل التفاح، أو عن طريق مضادات حيوية كيميائية الواسعة الطيف كالأوروفلوكساسان، وكذا استعمال الإيفيرميكتين للتخلص من جميع أنواع الفاش الداخلي والخارجي لكي لا يشكل لنا عائق عند مرحلة الإنتاج. نتخلص من جميع أنواع الفاش وجميع أنواع البكتيريا باستعمال عملية التبييض أو البلونشيسمون.